مع البوكس نيوز نرجو مع سندريلا. الاخبار ماهوش من نوعيه الاخبار اللي نعديوهم واحنا مرتاحين، ولكن مهم في الوقت هذا وتوانسه في كرهبهم يسمعوا فينا باش يردوا بالنا على صغيراتنا. الحكايه جينا من سيدي بوزيد. التفاصيل تقول انه الوحدات الامنيه بولايه سيدي بوزيد تمكنت من القاء القبض على شاب اصيل معتمدية جلمه ومحل العديد من المناشير التفتيش، وذلك اثر شكايه قدم بها احد الاولياء مفادها تعرض بنته اللي تبلغ عمرها حوالي 5 سنوات الى عمليه اختطاف امام احد رياض الاطفال بالجهه. ناطق باسم محكمه سيدي بوزيد جوهر الجيبسي كان تدخل مع هدى الورغمي في برنامج 60 دقيقة. طفلة 5 سنوات تتعرض لتحويل وجهتها ونقلها من أمام إحدى رياض الأطفال اللي كانت تدرس فيها. الواقع جرى التاريخ البارحة وين تقدم به شبه من الضحية اللي كانت برفقة ولد عمتها بالغ من العمر زاد 9 سنوات أمام إحدى رياض الأطفال بجهة. وإن كان زاول تعليمها لشبهة أمد الطفل ولد عمتها بمبلغ مالي قدره دينار واحد وطلب منه باش يقتني له الخبز، واستجاب الطفل بطلبه وترك الطفل على الانفراد برفقة الشبهة. الضحية تم نقلها إلى محل مجاور للروضة ما يبعدش عليها سوى بضعة أمتار تقريبا 200 متر وين تولى ذي الشبهة لمسها من شعرها وعدة أماكن من جسدها وتجريدها جزئيا من ملابسها جسد الطفلي وبطحها أرضا حسب تصريحاتها وانهيار الطفل وانهيارها وتوليها البكاء تولى تحريرها وإطلاق سراحها. تقرير الطب الشرعي مبدئيا يأكد سلامة الطفلة من أي اعتداء جنسي. بالغ من العمر 38 عام محل عدد ضرب عم نشير تكتيك زيادة أحداها موضوع تحويل وجه الطفل زيادة طفلة اللي هي عمرها 7 سنوات مفتش عليه من أجل القضية هذه. كما أكد الناطق باسم محكمة سيدي بوزيد جوهر الجيبسي أنه باستشارة ممثل النيابة العمومية تم الأذن بالاحتفاظ بالمتهم ومواصلة الأبحاث معه وعرض الطفلة على أنظار الطب الشرعي. حتى نتعذ حتى نستخلص الدروس كل مرة نحكي ولا حاثة ونوسيو رواحنا ونوسيوكم انتوما. بنية صغيرة ما تقعدش مع ولد عمتها ولا ولد خالتها هو زاد صغير، لأنه ما ينجمش يكون هو اللي باش يحميها. معناها أنا شفنا بدينار برا جيب لي الخبز نلقاو الحيوان البشري هذايا السفلى عبارة 5 سنين لدار. وسمعتوا بقية الكلام على لسان الناطق باسم محكمة سيدي بوزيد جوهر الجيبسي. بشكور على تدخله مع صديقتنا ودالة ورغمي. نعلقوا حاتم نعيشوا مع حيوانات بشرية مع ذئاب بشرية. تسمع أنه عنده ديجا معناها مناشير تفتيش وقضايا سابقة في نفس القضايا. مثلا هذه من التشريعات أن واحد يتحرش بطفل صغير ما شو مازال يعمل في الدنيا. معناها معلش مع الحكم يا سيدي باش ما تدخلوش بوليميك الاعدام وكذا، اللي يعمل هذا تيما نص قانوني 25 سنه حبس. شنو يعمل عامين وثلاثه واربعه وخمسه ويخرجوا؟ شنو معناه 25 سنه يخرج بطبيعته ما عادش قادر لا يتحرش بحتى شيء وانتهى الموضوع. حاتم هو راهو ريت تغزر. نحن توا مثلا في إعادة التأهيل واللي أخطأ أول مرة الدولة معناها واجب عليها ونحن زادة كمجتمع باش نعطيه فرصة للسيد هذا. راهو حالة شاذة معناها واحد على درا قداش معناها ما يبراش خاطر هو مرض. معناها ما تنجمش تتصور انت تخيل بمخك الحالي انت توا كمواطن عادي تتخيل واحد يوصل ويحاوت توا تقول منهارتها مخارج من مخه وشارب حاجات وكل شيء. اما هذايا هو فيه إلي بيدو في نسميه الاسماء الاشياء بمسميات. راهو فما في بلدان متقدمه برشا كي يعرف روحه مريض ما عادش عنده حتى خيار، يطلب هو من القاضي ويطلب من الدولة باش هي يقع عملية الإخصاء لكاستراسيون شيميك اللي هي معناها حاجة ثقيلة وحاجة معناها برشا بلدان راهو طبقوها. فهم برشا بلدان تخليوا عليها في أمريكا في أندونيسيا في البيرو برشا بشاعة. بعد ساعات تجيك قضية من هكا بشعة بالبشاعة هكاكا خاصة كي تجي بعدها عملية قتل اللطف معناها نتمناو صغارنا الكل ربي يحفظهم. دونك لو ديبا اكزيست في العالم اجمع ما رقيناش حل نحن كبشر لناس بشر كيفنا سونسي اتر كيفنا وهم عندهم امراض من نوع هذايا سواء المتحرشين سواء لي فيولور. خاطر المتحرش الفيولور هو كي باسالاكت والفيولور جينيرالمون وقت اللي يفيق ماك الغفوه نتاعو وك الهيجه اللي تطلع له في مخه جينيرالمون يحب يطمس القضيه الجريمه ويتعدى جريمه القتل. دونك هنا في تونس يلزمنا بالحق نخمو بتاتر معناها التشريعات كما تقول انت
في الرسيديف عملت مرة المجتمع يعطيك فرصة في الرسيديف كما هكا مدى الحياة ما نعطيش فرصة للواحد حرج ولا اكتسب ولا صغير ما نعطيش حتى مرة ما نعطيش تم واحد يحط بيت ما قلناش اكتساب نحن نحكي قلت لك معناها نحكي السيد هذا حتى لو كان ما جاش ريسيديفيست هذا باللي عامله مع الطفلة هذية خمس سنين لسكيل نتاع اللي صار مع الطفلة هذية وصف لك بالكدا نطق باسم المحكمة سيدي بوزيد قال لك رميها على القاع وسامحوني في بقية التفاصيل اي صديق حتى كان ماهوش ريسيديفيست انا ما نعطيش شانس وما عينيش بيمشي يتصلح لانه فما حاجات وامراض تعطي حاجه ثقيله رفيق قلت لك في المره الثانيه مدى الحياه لا 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 المره الاولى شنو اليمنى اعطيه على 15 اعطيه حكم كبير حاجتي كبير ينجم بدلك اقتصاد بلادك ينفع المجتمع معناتها تصور انت سيد هذا ينجم يكون نهار نافع تحكي لي حتى حكايه هذا فما خطا سرقه قريت سرقه ينجم يتوب بركاج ينجم يتوب اللي سوبرمان باش يعمل حاجه كيما هذه ويتجرد من ملابسه وانسانيته مع طفل عمره خمس سنين زايد عايش معنا في المجتمع انا هذا رايي كيما رايي مع عقوبه الاعدام ما بلاد لازم تنضاف ومجتمع لازم ينضاف هذا نوعيه الحثالات لازم ينضافوا من بعيد على هذا ماناش قادرين احنا نبدلوا قوانين ونحكيوا على روحنا والتشريعات موجوده وغيره وكذا ردوا بالكم على صغاركم في كل بقعة مع أقرب الناس ما تبعثوش مع أخوه ما تبعثوش مع أخته ما تبعثوش لحتى بقعة يا أخوي نعيشوا في غابة هذه في سيدي بوزيد كان يصير في النصر وكان يصير في اللاك وصير في أي بقعة معناه ردوا بالكم على صغيراتكم تو سامبلومون معناه أحكي معاهم هذه خمس سنين شو تحكي معاها خمس سنين مسكينة ما عنديش هزها زين بعث ولد عمتها قال برا اشري لي مشى وهزها زين معناه هو ولد لارش مش كسك الفافير شو بتعمل معناه تعرف